سوء الخدمات في جميع المحافظات العراقية أدى إلى تردي الوضع الاجتماعي والبيئي، فانقطاع التيار الكهربائي وشح المياه وأزمة السكن ومحدودية الدخل اليومي تسبب بمعاناة لا تنقطع للأسرة العراقية. وهذا ما يحصل في الحي الصناعي في محافظة واسط، كما وثقته كاميرا برنامج مع الناس، حيث يعاني هذا الحي من ركود اقتصادي وسوء خدمات منذ سنوات. إبراهيم حداد في الحي الصناعي. أنا أطلب من العبادي وزير الكهرباء وذولا وزير الخدمات البلدية ما بلدية يجون الحي الصناعي. هل من المعقول أربع قلوبات مشحولة، لا حداد هو لا تورنتشي هو، يجي عليه 100 وكسر ألف دينار أربع قلوبات؟ هاي صايرة هاي 135 أربع قلوبات. خلي يجينا العبادي، خلي يجي الفهداوي، خلي عمي كافي دمرتونا. ها ترى صدقوا بعد حتى ها ترى العيشة ما نقدر ندبرها، نروح للبلدية إيجارات يزودون علينا، ما زاد ما يعرفون المازاد شلون. تقول له يابا هالقد أزود، يقول لك لا قانون ما يسمع. أنا أعرف نظام المزايدة شلون ويا هالحكومة ما أعرف. هاي تعالوا شوفوا الحي الصناعي تشوله لو تجيب جيب الكاميرا مالتك فرها. خلي يجون المسؤولين يلعبون طوبة هنا من برلمان إلى رئيس الوزراء إلى كلهم، خلي يجون يلعبون طوبة. هاي خلي ساحة قدم يسووها، يعني ما يفكرون بهالحالة مش شاكلون. هاي آلاف العوائل من وراء هالمحلات هاي وكلها قاعدة. الله ما يرضى عليكم، إن شاء الله سلمناكم بيد واحدة ولا شريك له. أعداء أصبحنا، إذا إحنا مقتلنا نفسنا عليكم، مو إحنا ردناكم، مو إحنا قلنا تصيرون توفرونا كل شيء. ها ترى ما صايرة هاي، ولا تأخذون بكلام أحد، ولا تأخذون بمظاهرة أحد، ولا تأخذون بنصيحة أحد، ولا تأخذون بكلام أحد، والله ما يصير. وآخر شيء والنتيجة وياكم ما نفتح. أصبحنا عدوان. احنا حي الصناعي متأذين به، لا خدمات لا كهرباء لا مجاري لا تبليط، مفلش. واحنا من ذاك اليوم ولها اليوم صار لنا 40 سنة احنا على هالشغلة، كل خدمات ماكوش. واحنا هسه بالنسبة لنا تطب الحي الصناعي ما حد يطب، لان الناس تخاف على سياراتهم، كلها نقر وكلها مايات وفايض من تمطر الدنيا رأسا يفيض. وهسه كله نقر محفر ومشكورين على هالأمور. أنا أبو علي من أهل الكوت. طبعا لا خدمات، حكومة حرامية، سادتها همنا حرامية، بالحكومة كلها حرامية، بالحكومة حتى السادة الشيوخ كلها حرامية، ماكو واحد بيهم شريف، لو بيهم ذرة شرف. ما هذا حي صناعي كله طينة، كله غرقان، شغل ماكو، لا رواتب، لا هي بس لهم بوق، حرام بالحرم بس لهم، وانا على ابوهم لا بالخلفهم، كلهم حرامية وكلهم طبعا لإسرائيل والأمريكا عملاء يشتغلون زين كل شيء. والله العظيم اكبر حرامية هم من حيدر العبادي شريده كلها. السلام عليكم. أنا معوق ولا راتب من الرعاية ولا فشي، وكلها طلعت وأنا مقدم وبعد ما طالعين وقالوا على الموازنة، وإحنا لا تبليط حي الصناعي
والعلمة تجي على الكهرباء وتاخذ يعني تاخذ منهم فلوس، ومناطقنا لا يعني لا يعني لا معمره ولا هاي. احنا نشكي من الخدمات، من الحكومة، من الزبالة، من المجاري، من المي، من التبليط. هذا حي الصناعي صار له سنين، حد الان ما فد يوم وجانا واحد او وزير او محافظ فد يوم من الايام بلط لنا الشارع، او فد يوم جانا واحد من البلدية جو على الزبالة على المجاري. هاي المجاري من تبطل عندنا تفيض، هاي عندنا كلها تصير بحيرة. زين، ثاني شيء عندك الكهرباء، الكهرباء جاي تجينا كل يومية، كل يومية اسعار شكل. زين، هاي عندي هسه هذا وصل مال الكهرباء بين من شهر الثامن الشهر ال 12 368 ألف دينار، وجاني من الشهر الواحد زين للشهر الثاني 33 ألف دينار. زين، هاي شنو هاي الورقة وهاي شنو هاي الورقة؟ يعني هاي غير دائرة وهاي غير دائرة، يعني راح تخبر شنو هاي؟ ما يعني أريد حل هاي، يعني من الكهرباء شلون يسوون حل هاي الأزمة؟ جماعة كهرباء عليهم 1000 دينار، جماعة عليهم 500 ألف دينار، يعني ما أدري شلون شغل الكهرباء. واحنا كهرباء من الصبح للعصر ماكو كهرباء. هاي مولدات خاليه بالباب محل، كل من عنده باب محله مولده. زين، ثاني شيء عندنا الخدمات هسه هنا ماكو فد يوم، احنا بس بالانتخابات نشوفهم. يعني شوفوا شو اسمه بحي الصناعي، لو يجيك قائم مقام، لو يجيك محافظ، لو هاي عود بالسنه، عود من يصير انتخابات. هسه احنا كيف لو كل شهر يصير انتخابات؟ خاطر نشوفوا شو اسمه المحافظ، نشوف قائم مقام. لحد انا صار ما اعرف المحافظ منه، قائم مقام منه، يعني بس بالانتخابات اشوفه، اعرفه اسمه واعرفه شكله. زين، ويسوي لك قاعده هنا ويسوي لك جلسات هنا، انا ما شنو هاي كل الانتخابات كل 3-4 سنوات يسوي لك جلسه هنا، اي راح نسويكم راح نسويكم مدير وجوه، وبعد ما نعرفهم ولا نشوفهم اصلا نهائيا. زين، واحنا جاي نشوف هاي شو اسمه معانات البسطيات، هاي نوبه شو اسمه البسطيات هذول خطيه كل العوائل وش اسمه وناس متضرره. يعني بسطيه ايش عده هو بالشارع وضاد على بسطه، لا ماذي محل ولا ماذي اي احد، خطيه يجون يشيلون يفلشون محلاتهم. زين، يقول له انت من المتجاوزين. زين، مين خالف ابني له محل؟ الطيقه اجر لي اياها، هي مو البلديه، طيها القاع اجر لي اياها. قال لي يابا هاي القاع انا اجر لك اياها مثل ما اجر البلديه هسه ماجرين المحلات هاي السنويه. زين، احنا معاناتنا هذا الحي الصناعي، شوف هذا الشارع اللي قدامك، هذا الشارع بنوا الحي الصناعي رحلونا من الولايه هنا سنه 1980، من 1980 لحد الان اي واحد ما طبقص هذا الشارع، اي مشروع ما سووه بيه، اي خدمات ما سووه بيه. بعدين ثاني المعامل بنوهن، ثاني المعامل جدد، عمود كهرباء ما حد يجيب لك، تفضل بابا شوف هذا عمود كهرباء قديم، هذا عمود كهرباء، وهاي ورات معبرية على المعامل مالتنا. تجي هسه سيارة عالية يوقعون، يا بتاع سوينا العمود ما حد يسوي، احنا بالشفط نطبع العمود واللحمة، هاي شغلتنا هنا. اما شغلت هذا شارع مجاري ما بي، شارع نهائيا مجاري، لا تبيض لا مجاري لا، بس العالم كلها معزل اغلبها، ما حد يطب. يعني اليوم عود الله سبحانه وتعالى شوي شمس شوي يبسل القعر، يلا الناس فتحت. فاحنا نسأل من الله أن يهدي حكومتنا المحلية والسيد المحافظ بركة عينه بهذا الشارع، يطلع يشوفه يقص لنا اياه، يسوي لنا مجاري، فد عمود ثلاثة مال كهرباء. هذا نطلبه من عندهم، شو نريد منهم انا؟ المواطن كاظم حسين ناهي احد صناعين حي الصناعي، نشكو من الشوارع بداية. الشوارع الناشد المحافظ ان يجي يشوفنا ويشوف حالتنا. ثانيا البلدية ايجاراتها غالية، النفايات ما حد يجي يشيلها. زين، اثنين الناشط قائد الشرطة المحترم أن يجي يشوف حي الصناعة بالليل، لا أمن به ولا كل شيء، بس نجدة بالشارع واقفة غادي يم المعارض والباقي كلها تاهي، يطبون ويطلعون بكيفهم ما حد يسألهم. زين، ليش يابا ماكو إيجارات؟ زين، نسأل أول شيء على الأمن، الأمن والشوارع، وهاي وضعيتنا، لا شغل ولا عمل، والنفايات وهاي وضعيتنا، كل شيء ماكو. زين، هاي حالنا احنا. زين، هاي حالنا، وشوفونا خليجنا المحافظ يزور وعمل ماكو. زين، كهرباء لا زين، ما نقدر نقول كهرباء مو زين، بس الفائدة عمل ماكو، خدمات ماكو، اي خدمات ماكو، كل شيء ماكو، خدمات صفر صفر.
بس عن كهرباء جاية هو يخلوها. اي وبالليل تعال قريبة غلوها. بالليل تعال من الشوارع مال ماكينة الثلج وجاي، شو تريد طبه بطبه، ما حد يقول لك وين رايح. هاي صناعة اصلا كل امن ما بي. هاي ساحة من يم الحي الحكيم. كلها من يم الحكيم، هاي من يم الحكيم يطبون مطارات وسيارات وما نعرف شكو ماكو. زين. ما حد يجي. هاي راكضين انا اقول لك بس على الشنابو على التجاوزات راكضين، ولا غيرها كل شيء ما شفنا. كل شيء ما شفنا. هاي وضعيتنا. خابات رحم الله والديك انتخبني ويخلص ويقعد على الكرسي في مال لا. زين. بعد هاي راحت مال في مال لا والشعب يعرفهم كل زين. كل شيء يعرف الشعب. اذا انتخب الناس الفاسده بقى العراق على حطته. يلا من اجانا من انتخبناه مال الكوت؟ زين يلا خلي يجينا واحد مسؤول. شفناهم ما شفناهم؟ شفتوهم عمي فدوهم جاكم؟ ما حد يجي. ما حد يجي. خلي يوقف بوحده. خلي يجون يشوفون حالتنا. بس مالاته ياخذ. وحي الصناعه عطى شهداء. هاي حي الصناعه عم تشتغلون؟ نعم قاعدين. قاعدين عمي كل شيء ما. كل شيء ما. وراح يجيك السنه شوف ايش قد تطلع علينا. زين. خلي يجون ما يخلي يشوفون. نفس الشيء حتى ما يجون يشوفون. خلي يجون عيوني. انتخابات ينتخبهم عمي. ما حد ينتخب. إذا هيجي وضعية ما حد ما عاد ينتخبهم، كفيلك الله العراقي الشريف لا ينتخب دولة. وأنا معروف خلي يجون ياخذوني يحتقلوني. هم يبغون نفسيتهم. نفسية الحرامية. شفنا لنا واحد كل شيء. بس احنا نطلب من دول الأحزاب الخونة ما يستحون. بكان ما يوزعون بطانات خلي يجيبون لنا كزمات نطبيها الحي الصناعي. لو يفترون 10,000 توزع حياة. 10,000 كافي 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 عليكم على عمايمكم اللابسينها. كافي. كلكم عملاء لإسرائيل، كلكم خونة، كافي مهزلة سويت الشعب، هاك هذا نصب الأسد شوف جاي من الشيخ سعد، هذا الأخ قاعد هم عنده عائلة. ليش ماكو والله؟ كافي رحت على العقول. إيش قد بعد نتحملكم؟ موازنة راح تنتهي السنة، قروها وين؟ موازنة وين هاك؟ هذا حي السنة. ليش تعيش العالم؟ هذا قطاع الخاص. هلبت يباعوا له يتفتون عليه. يا الموازنة يا الموازنة، قبل إحنا ما نعرف الموازنة. احنا نطلع الصبح للشغل، اكو موازنة تعرفونها قبل؟ من يعرف؟ هاي شؤون دولة، احنا ما لنا علاقة بها موازنة، بدي شنو احنا نريد نعيش. موازنة تخصهم ما تخصنا احنا. زين، العراق كان ماكو موازنة، الناس من الصبح لليل تشتغل وثي مالها. وجوبنا مترسة والحمد لله وشكرا، هسا ماكو كل شيء ماكو. يا تروح له والله، فلوس ما طالقية، فلوس ماكو. فلوس ماكو. وقاعد هاي العالم قاعد هاي شلون يسلب على الشارع؟ تعتبره يعني يسلب 4,000 عائلة عايشة فيه، انت بدل ما ذولا خليهم عطالة بطالة ويوم يظهرون عليك وصلوا خدماتهم عايشين بشو وجاي يطلب ضريبة لا وخلي يروح خلي يروح هذا ذليل هسه نعرف قبل مال الضريبة اللي يرحل ما يقول فلوس يجيبون يعبون بين الشوارع كل شو ماكو هسه انت صار لك انا صار لي 25 سنة ادفع ضريبة 30 سنة بالحي الصناعي ماكو هذا الشارع 79 ليزة جريدر ما طبق كل شو ماكو محمود جابك اللي ابو الكهرباء يقول لك انتم عريضة حتى نسوي لكم لجنة وشكل كشف ودفعوا الفلوس للعب تذكر لو بتذكر انا مدير بيت لكم عوامل يا ابو هاي معامل عمود تفضل تجي سياره ضربه يوقع يسقط بالارض يا ابو تعال سوي يجيب شبر ندفع هذا هاي المعامل واللحم احنا ضربه شان الله رحم رقم راح يدين اكو احمد ما كهرباء فلوس وين فلوس وين فلوس ماكو داين 30 مليار من غير دوله جايني تردون مالتكم تاخذون من عندنا وطونا حقنا خلي يروحون لهاي المنطقه الحي الحكيم خلي يروحوا له يشوفون شوارعها خلي يمرون عليها شويه مره صغيره زين سبيس ماكو بدر بيها سبيس بيها حصو بيها شمنتو بيها كل شيء اهلا وسهلا بكم بحي الصناعي محافظة واسط صلاح هذا عطيه على واس سوونا حل حي صناعي على واس سوونا حل حي صناعي الطب حي صناعي شوفه لا شارع بيه خير لا شارع بيه خير ومنتم طلع ناس الفيضان فيضانات هاي الحكومه مالتنا بس تاخذ فلوس وتخلي بجيبها هاي الحكومه مالتنا اجارات غاليه اجارات غاليه وما فد يوم اجانا مسؤول ما فد يوم اجانا مسؤول لا محافظ لا مدير بلدية لا محافظ لا مدير بلدية ما فد يوم جانا واحد قال ايش محتاجين على حي الصناعي بس يبقون يخلون فلوس بجيبهم واهلا وسهلا بكم هاي اذاعة الموقرة
ما انه احنا في الحي الصناعي، والله مشاكل الحي الصناعي اكثر من شغله واكثر من فائدته. انا من الناس كنت بالخارج، رجعت اجرت محل حالي عهالي العالم، اجاري 300 إلى 250 ألف، والشغل مثل ما تشوفون هاي من الصبح لهسه هذا اللي جاي، بعدني ما لامس للسياره. يعني انا عندي معدل باليوم لازم اطلع 10,000 بس ايجار، والكهرباء وياهن بعد ايش قد بعد يطلع علي، والماي هذا خلاص صار لي 10 ايام من المطر الاولي السياره ما طبت عليه، وهذا الحي الصناعي كله يشهد. يعني رزقي مقطوع، انا هاي الشهر ما دفعته والشهر الثاني راح يصيرن 600 ألف، منين اجيبهن؟ هاي وحده من مشاكل بس مال الحي الصناعي. المشكله الثانيه الايجارات الباهظه اللي ياخذونها على اصحاب الملك اللي هي شقد تقريبا 1,100,130 هاي مال 2017، يعني هاي 2018 راح ياخذون من عندنا 1,300 إلى 1,250، يعني انا ايجاري راح يصير 400. انا مين اطلع 400 على الوضع الراهن اللي قاعد تشوفونه هسه؟ يعني شي يكلف التبليط او المجاري، وشي يكلف هاي الحي الصناعي صار له 25 سنه تقريبا، عدل ولا لا؟ 25 سنة، يعني حتى اللي كانوا موجودين أغلبهم توفوا، أولادهم موظفين وقاعد يأجرون علينا إحنا أهل المصلحة. ثلثين الحي الصناعي إيجار بالباطل، الصاحب مأجر ويأجر على أصحاب المهنة وأصحاب الحرفة والصناعيين، يعني كله بالباطل، لا يصفونه وينطونه للي يستحقونه، وقاعد ندفع بالثلاثمية والخمسمية، والله حرام. نقابة العمال وين؟ المحافظ وين؟ ليش ما يعيد غربلة المحلات ويشوف منو صاحب ملك، منو قاعد يشتغل ومنو مأجر على العالم؟ ليش أجاري 300 ألف؟ أجار بيت إيش قد؟ مصرف إيش قد؟ المننطي وهالوضعية الراهنة اللي قاعد تشوفها هاي موجودة قدامكم، وشكرا. السلام عليكم، اسم المواطن أركان شاكر عبد. يا معود وين ولا بلدية تشتغل؟ يعني بلدية تخابرها على هاي الخيسة بلدية، ولا ما يجون ولا ما تريقهم لو تطيهم فلوس. زين يعني حكومة ماكو، زين حكومة فاشلة كفيلكم الله، ولا مو فلوس ما حد يشتغل إلا بفلوس يشتغلون. زين هاي ماكو البحر يلا فلوس، وهاي يلا جوف يسحبون مايات، لا مجاري لا كربابية حاف، هاي ولد كلها تكسع مقطعة يجي ربطوها شو ما كانوا وراحوا. زين حكومة فاشلة كفيكم الله. زين وبالانتخابات احنا واحنا واحنا واحنا، والله نعلم ما ابو ينتخب احد. زين حكومة فاشلة كفيكم الله. زين وانا اشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. المواطن صلاح حسن من منطقة حي شوداء. طبعا نعاني من درجة الاولى نعاني من نخسر خدمات، وشغلة ثانية انا خريج محل معلمين، المهم تعيينات ماكو ابشرك. من 2001 إلى 2002 أتخرجت، و2003 دبت معاملات لحد 2016 معاملات ماكو، ماكو تعيينات. الشغلة الثانية نحكي على وزارة التجارة، غذائية ماكو، لا طحين لا غذائية بالكامل ماكو. شغلة خدمات مال المنطقة ماكو، منطقة حي الصناعي فدنا وبتعبانة. إيه وبالنسبة للشباب هم جاي أشوفهم يترددون المقاهي بسبب البطالة والعطالة. بسم الله الرحمن الرحيم، المواطن حسام جبار من محافظة واسط. يعني جاي تتكلمون اليوم عن معاناة الحي الصناعي، احنا اليوم ما جاي نتكلم بس عن محافظة حي يعني الحي الصناعي، احنا اليوم جاي نتكلم عن محافظة كاملة. يعني احنا نريد نشوف يعني من السيد المحافظ إلى رئيس مجلس محافظة، نريد شنو اللي يقدموا لنا من خدمات. هسه احنا بالله ما نحكي على الحي الصناعي، نحكي على المحافظات، يعني على المحافظة مالتنا، شنو اللي سووا لهم مثلا شارع، طلعوا شافوا مواطن، هاي المستشفيات مثلا شافوا المريض، مثلا شافوا غير شيء، شافوا غير امور. هذا المواطن يعني إلى بس الله سبحانه وتعالى. فاحنا ان شاء الله نتواعد يعني بوجوه جديده، يعني تتبدل مثلا ورا هاي الانتخابات تتبدل يعني وجوه جديده، نشوف ان شاء الله حكومه، نشوف تقدم جديد. يعني ما شفنا يعني هاي الاربع سنوات اللي مضت شفنا يعني بس باول الانتخابات، يعني باول يوم الانتخابات تشوفهم، وشوفهم اخر او اخر ايام الانتخابات. هسه مثل ما تفضل
على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، يعني جاي تباوع عليهم هسه يلا قاموا يطلعون على الشوارع، هسه قاموا يتحدثون على معاناة المواطن. انتم وين شتوا يعني؟ يعني الا بشغلتكم مثلا مال مجلس محافظة او مال الانتخابات، اشوف الفقراء، اشوف هاي العالم، اشوف الناس، يعني شرد نقول قليلة. زين، بسم الله الرحمن الرحيم. المواطن ستار رحيم اليوداوي، محافظة واسط، كوت حي الصناعي. اول معاناتنا احنا كاصحاب مهن حرفية، التبليط مالنا والمجاري مال حي الصناعي تحت الصفر. يعني هذا المجاري انبنت بزمن ذاك الطاغية القديم ونقول عليه مو زين، لكن هسه ثبت لنا باليقين انه كان زين رغم ما كان ظالمنا، لان مجارينا كانت كل الزينة. هسه هاي احنا وعمالنا ومحلاتنا ايجارنا ما يطلع بسبب المجاري، لان عدة سيارة يعني مو صالح يجي طب لنا يصلح عندنا، روح طب بداية حي الصناعة طسة تطمس السيارة بيها تنتهي، يعني اذا جاي يصلح له ديسكات يخرب وياها بوربرن، بدل ما يصلح بعشرة يصير عليه تصيحة 50,000. هاي وحدة. الايجارات خال ايجارات، ذني محلاتنا مال البلدية ياخذون عليها المليون وكذا بالسنة، لا عدنا حارس بالليل، لا عدنا نجدة بالليل توقف لو تفتر علينا، خدمات ماكو، حصل علينا تباس سيارة يجي اسماعيل المخبل يجوز يحرقها، نبقى ما نايمين للصبح الدهنة. وعمالنا كل محل كان عايش فيه 15 عامل، انا من الناس كانوا عندي 9 عمال، هسه بس انا واخوي، عمل ماكو توقف. التجاوز بالحكيم ناس فتحت تشتغل ببلاش، بزويريجات وين ما تروح فيترية، يعني النقابة غير تجمع الفيترية والحداحتة والمهنيين والحرفيين، تجمعهم بمجمع واحد حتى كلها تشتغل. ليش هسه اكو محلات والله ايجارها ما طلع عيشتها عنك، يعني ايجارها ما طلع، زائدا ذول الناس كل شاب يخبل لازم لقونية يلم من عتنا عتيق، يبيع القونية ما يشيلها، يعني لوري ما يشيلها، يبيعها ب 2000 دينار، واذا ذاك اليوم صدام عنده مريض ولد يعني لم يمنى غراض عنده مريض 5,000 ما عنده يروح يعالج بيها. الرعاية الاجتماعية للعدهم مناصب، يعني قرايب زنقيني يودي لللبنان يطي 5,000,000 من مجلس محافظة، ليش خطيها لهذا الصدام وامثاله ما عده يطي يروح بها لبنان، ليش تطي المليونير واذا قرايبه، يعني شنو المشكلة؟ هاي وحدة. وثاني شيء اقول له في الشغلة للسياسي اللي يطلع بالتلفزيون، ثق بالله العلي العظيم، صارت بينا في الشغلة من يطلع سياسي يحكي بالتلفزيون احنا ندير القناة على غير قناة، لان من ثق بي وليش صور نفسه هو من يحكي علينا احنا نصدق، احنا اصلا من نشوفه راح يسولف على السياسة وعلى وعود نعرفه كذاب نقلبها نروح على غير مودة على غير موجة، ما نصدق بيهم، خلي يكون ببالهم، خاف واحد يطلع ويقول راح احكي على الناس وذولا صدقون ويرجع يوم جهاله وعائلته مفتخر انا حكيت في التلفزيون، لا ترى بس تطلع نعرفك انت كذاب، لان ما عندنا ثقه بكل واحد. فهاي معاناتنا، يعني مو بس انا، كل الناس هاي الواقفه كلها نفس المعاناه. مسؤول جهاله يصرفون بالشهر 5,000,000 انترنت وتليفون، وعندنا عائله ما تتعشى قسما بذات الله، عندي عائله العام جتني برمضان 3 أيام ما ماكله، انا من الناس اعطيتها مبلغ من الناس وجمعت من جيراني. زين، فيا سياسيين بعد انتوا لا تسولفون علينا، لان احنا عرفناكم شنو انتوا، انتوا فشي لا شي، ناس كذابين ما تستحون من كذبتكم، ما تستحون من وعدكم، واصلا هو الرجل من كذب بعد ما احترم. ما احترم حتى نفسه، مو الناس تحترمه، فانت ليش تكذب؟ شغله تعرف تسويها قول اعرف اسويها، ما تعرف تسويها قعد جيب لنا استاذ جامعي، جيب لنا مهندس، جيب لنا انسان رجل دين، زين انت معمم بوقتنا، مهندس بوقتنا، معلم بوقتنا، كنت تبيع دجاج وصرت مسؤول بوقتنا، اذا ما تعرف لها كافي بوقت وخر خليه يجيب لنا حلال يشتغل لنا ويبني لنا فشي زين، ليش هسه احنا مو عيب بشرفك؟ البدره بيها نفط. الأحرار بيها نفط، إيه بربك بلد بس نفط يجري من عندك، الساعة صابتنا هزة أرضية، إحنا ما نعرف ما دارسين بيولوجي، يعني هاي الهزات من النفط السحبتوا راح لروسيا وللصين، زين إحنا أهل النفط، لتر بنزين عندنا ب500 دينار، وتلقى بأمريكا بشي بسيط بربع سنت، ليش يعني؟ اشتغلوا، ما تعرف تشتغل روح. فأرجو من كل الناس اللي راح ترشح نفسها، هسا هم خلصوا وراح يجونا، خلي شوية اللي يعرف نفسه يعرف يشتغل نحطه بعيوننا، والما يعرف يشتغل والله العظيم لو يعيش يبيع جقاير بالسوق أحسن مما يطلع بالتلفزيون ويصير مسؤول ويكذب علينا، لأن عيب زحمة. ثاني شيء هذا حرام عليكم، لا يفيد جهالكم،
لا يفيدكم لكم انتم ولا تحترمون بالمنطقة. يعني هسه أنا من يجي واحد ويقول لك حرامي والله أبات بدون عشاء، زين أنت من تسمع الناس كلها جاي تقول لك حرامي، المسؤول حرامي، لا تعدل من وضعك ولا تطلع من المنصب مالك. هي النتيجة شنو يعني؟ هي عيب زحمة والله واحد حتى يستحي. إذا يعني الناس كلها صيح عليه حرام، المفروض من جهالة يستحي، من بنته من ابنه يستحي. عندنا ناس محترمين، وخلنا أقول شغلة أنا حاجيها، ما حد خدمنا بهذا المجتمع بس اثنين، المضمد وشرط المرور، والباقي ما حد خدمني قسما بالله، لا البلدية يعني ما حد خدمني، بس المضمد ضربني أبرة وشرط المرور جاي ينظم لي شيء سير. ورحم الله والديكم وألف شكر على هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حي صناعي لا عمار بي، الشوارع كلها فايضه، العمال لا تقدر تشتغل، يعني وضعيه كلش تعبانه، يعني بحيث من تمطر الشغل كله يوقف، حي صناعي يفيض، ويعني فد وضعيه جدا تعبانه. فهسه انتم جاي تشوفون بعينكم يعني البلد انتهى تعب. وشكرا رحم الله لي. ولا لا شفنا مسؤول لا من اتحاد نقابات ولا من مجلس محافظة ولا من البلدية ولا من البرلمان، كل شيء ما شفنا من هالدولة هاي. هذا الشارع صار له سنين وسنين، هذا الشارع خربان، لا تطيحنا ناس على باب الله كسبه، وهذا شتاء أمطار زين، وأنا صار لي بالنسبة لي 34 سنة بالحي الصناعي، وهذا وضعه، وهذا لا تغير ولا أجانا مسؤول في اليوم عرفناه ولا قال معاناتكم زين. وإحنا الناس مؤجرين للدولة، والدولة تريد حقها وتأخذ من عندنا، منين نجيب للدولة إحنا إذا هذا وضعنا زين؟ المن نشكي نحن هاي شغلتنا. وهذا الأخواني كلهم بالحي الصناعي وياي وربعي، وشوفون حالنا وهذا وضعنا، ما أجانا مسؤول وسأل علينا زين. وهذا الشارع، هذا الشارع يدخل به سيارة إذا هي صالحة أنه بيها تعطل، يعني خياسهم ماكو مصير شارع، ماكو سيارة طوب خلي الشغل. يلا نسأل من تقول كل تروح لهم وتقول لهم، يقول لك ما يخالف وصار وتدلل كذب ولا يجي ولا يوصل ولا وفد يوم جانا مسؤول ولا قال شهدكم واحدكم زين. فريد تنقلون صوتنا زين للمسؤولين بالمحافظة زين، وحتى يشوفون شنو يعني بس قاعدين على كراسي بس أخذ رواتب، شنو احنا مو شعب؟ شنو عندنا راتب؟ هو عيشتنا، هو هذا عيشتنا وهذا وضعنا. إذا ما يسوونا شارع حتى شوف احنا ما اعرف شو نسوي، ما نقدر نسوي. وهذول اخواننا كانوا مشيدون بالوضعيه وحالنا. اي واحد زين تايد الحشي. يلا ونشكركم على جهودكم، وصلتونا لو ما توصلون صوتنا ما حد يجينا ولا حد يوصلنا ولا حد يعرفنا، وهذا وضعنا. يعني السياره اذا تدخل صاحيه انه هي تعطي من ورا الطيانه، شلون يدخل؟ الناس قام تاخذ محلات برا هناك ببيوتها تفتح وكشاكه تطلع برا، ليش؟ وشدت من حي صناعي، وهذا حي صناعي مال محافظه كلها عليه، ما يجوز هذا، ما يصير هيك. وشوفوا حالنا هذا، شوفوا هذا الشارع، خلي يشوفون الله يرضاها محمد، ما حد يرضاها، هم يرضوها على نفسهم. هسم بيوتهم هيجي لو محلاتهم هيجي يمها طين وماي، ما صايره هاي ولا دايره. هسه ماكو جريدرات، ماكو شفلات، يا تروح له ما يا تروح له ما يدي لك الطلب، ماكو آليات، يعني مسؤول ماكو هنا. والله احنا تعبنا، احنا هاي حالنا، لا الله يرضى بي ولا محمد. خد تجي النقابة، بس نقابة كذب، تنكر ما يجي يسحب مي، أبسط شيء هو التنكر، ما يجي يسحب لنا مي. لا جريدر، ها شوف حالنا، شو آخر بس بس خلينا نشوف هذا حال حي صناعي. حتى السيارات ما قامت تجي، يقول احنا ناكل نطلع برا نصلح، بعد ما نقدر. هذا الشيء بس هذا. واحنا نشكركم هواي هواي. اكو هواي خلافات بالنسبه لي، حسا انه ذاك مراجعه المستشفيات، ذاك يوم رحت المستشفى
قصوا لي باص ب 5000 دينار، يا بليش ب 5000 دينار مو 3000 دينار الباص. قال لا مو نفس الموظفه، نفس ام الباصات تقول مو ست عديله دزوا لها وارد 180 مليون شهريه، وقالت ما يكفي قليل الوارد، اريد اكثر، لازم مبلغ اكثر. زين ست عديله وزيره الصحه حسب ما يدعي وزيره الصحه تقول 180 شهريه قليله يعني بجيبها. زين 180 تاخذها منين من المواطن؟ هاي مراجعه الباصات والله حسب موجوده الموظفه موجوده ومستعده حتى واجهها قبال الموظفه، والباص موجود هم محتفظين به. عوف هاي بالنسبه لمنطقه داموك، جروا الابي الضخم اللي جاي منين، هو من قريه ام هليل اللي يغذي على اساس يسوي تانك رئيسي يغذي المحافظه كلها، من قريه ام هليل مدوا وين طبوه على منطقه الزهراء على داموك على شارع 8 امتار. زين ليش مو اكو طريق حولي من هناك على الحولي ومده هو لان هذا البوري اذا يقول اذا طق البوره هذا يعني يهدم مناطق كلش ضخمه كبيره حيل. زين ليش مدوا والله شنو هاي خريطه قبل لا تنبني داموك مسويتها المحافظه يابا قلت له روح للمحافظ، قال المحافظ الشارع احنا مخسرانين عليه قد مليون و100 مسوينه سبيس، يعني احنا منطقه بيناتنا كل واحد 100000 تبرعنا. اجى المهندس حفر الشارع كسر البوريات القديمه اللي سوتها هذا المهندس المقيم سواه، والمقاول ابو عبد الله يدعي نفسه مقاول سوى كسر البوار الجديده، واخذوا امر من عنده ان يكسر البوار ويرجع يسوي البور الرئيسي منين يمده من نص الاحياء من نص المنطقه. قالوا لا المحافظ عنده علم، يا ابا عم خبره دزوا على المهندس المقيم، دزوا على المهندس المقيم من كسر البواري احكي عم مختار موجود، قال له الشارع لا الرجعه نفس ما كان نفس ما كان. قلت له شنو اسمع يعني شنو واحد الاخ يقول له اي راح يرجع راح يرجع الشارع كذا كلمه ما اقدر انطقها، خربوا الشارع وذاك الشارع ما تنطبي سياره، والمنهوره خلوا المنهوره الرئيسيه خلوا التراب فوق المنهوره الرئيسيه تقريبا نص متر، يعني بيوتنا انطمت يعني الماي من يرجع وين يرجع؟ يرجع على البيوت مالتنا داموك. يا بالمهندسين اجت المهندسين كلهم شكينا قالوا لا المحافظ راح يطلع، وهذول جماعه هذول جماعه من؟ جماعه احنا نقول احنا جماعه المحافظ والمحافظ دزنا واحنا بخدمتكم. كذب، لا خدمتنا ولا خدمنا، لا المحافظ خدمنا ولا جماعه المحافظ خدمتنا، والمحافظ موجود ويسمع صوتي ومستعد اتقابل ويا المحافظ واستعد متقابل ويا المسؤولين اللي اجونا، مهندس اسعد وابو عبد الله المقاول واكو جماعه بشفرات، واقول له يابا قص الشارع، يقول انا ما قصه مو من صلاحيتك قص الشارع ولا من صلاحيتك، جابونا تراب وحطوا تراب وموجود الشارع لحد الان موجود وبال داموك بال 150 ويعرفون شنو الشارع وطموا المنطقه كلها والماي رجع على بيوتنا صار الشارع اعلى من بيوتنا، وكان الشارع بيت مالتي اعلى من الشارع بمتر صار اعلى من بيت بمتر، كل البيوت غرقت وناس كلها فقره. هاي المجلس سمع صوتك قال اروح لا المحافظ يجيكم وبيكم خير ودليله ما يكون الا خاطركم طيب، خلصوا العمل وفلتوا خلوا وراحوا. يا ابي معود قال والله ذيك محافظ اروح اشتكي شدي يسوي سوي المختار قدم بسعه ما بسعه ما قدر ايش يسوي المختار شو يسوي يعني ملمعتهم قالوا تعالوا وقفوا على رؤوسهم ما سووا شيء هذا الشيء هذا، وعديله تنهض بصفحه والمحافظه تنهض بصفحه يقولون عديله ما عتك هذا عديله ما عتك احنا شو نسوي احنا عندنا وهذا بحي احنا بحي الصناعي وهاي رجلينا مطينا جاب عيال عده جاب هذا عديله ما عده جاي عده جبار ابو شاي عده. من المواطن محمد سلمان محافظه واصل قاعد نعاني من قله خدمات في الحي الصناعي. الحي الصناعي قاعد تشوف وضعيته جاي تشوف تصويره كلها الطين والتراب كهرباء ضعيفه قاعد تنقطع مي ماكو وكل خدمات ما موجوده. دز علينا المحافظ قبل فتره اشتكينا دز علينا المحافظ للاداره المحليه التقينا بالمحافظ السابق المحافظ مالك دز علينا طلبنا من يم المجاري قال الله كريم ماكو حراسات قال حراسات اجورها تنضاف على الايجار السنوي، الايجارات السنويه قاعد ندفعها على اخر مليم، الماي جاي ندفع، الكهرباء جاي ندفع، خدمات ماكو بالمقابل. واللي قاعد نعاني من اكثر التجاوزات اللي قاعد تصير، اللي باطراف واسط من محلات من حرف، الحي الصناعي ما حد يدخله، خدمات ما بي، وضعيته تعبانه، وضعيته مترديه. احنا احكي لك اني احنا خريجين ماكو فرص عمل، صحيح؟ ما التجا لا تعيين ولا شيء، التجينا لفرص عمل. اللي قاعد نشوفه الحي الصناعي وضعيته يعني اقل من صفر
وقاعد نشرح معاناتنا للمواطن والإنسان إذا فقد ثقته بمسؤوله لمن يلتجي؟ كل هذا يريد تستمر عملية الانتخابية على شنو؟ وقاعد نعاني منطقة داموك اللي ساكنين بيها، مجاري ما بيها وشوارعها صفر ووضعيتها كثيفة إلى درجة طلاب ما تقدر تطلع الدوام. يعني بعد على شنو؟ على شنو الإنسان يشتكي من كل خدمة ما بيه؟ كل خدمة ماكو. دوائر الدولة خدماتها صفر، تعامل المواطنين، تعامل المهندسين، البلدية ما تجي تنظف. يعني يعني ما شو تقول؟ يعني المن تحكي المن تشتكي؟ إيجارات غالية، وإيجارات السنوية قاعد ندفعها من 1,200,000 إلى 1,300,000. الماي كذلك، الكهرباء حتى إذا إجت ضعيفة وما قاعد يقدر يشتغل بيها. هو الحي الصناعي كل عمله من 8 للوحدة كل هذا الوقت منطفي. نقول لا حول الله. المواطن ناظم عويد خاطر حداد في الحي الصناعي في محافظة واسط، أقدم للحكومة العراقية اللي انتخبناها وكتبنا نفسنا عليها وردنا على أساس الحكومة العراقية تبين فد أشياء زينة وأعمال ومشاريع، ولحد الآن ماكو نتيجة، لا كهرباء أكو، لا مشاريع أكو، لا خدمات أكو. يعني الكهرباء والضرائب يزيدوها علينا والإيجارات يزيدوها علينا، وما أن كل فائدة إحنا القطاع الخاص في هاي الحالة. إذن هسه إحنا أصبحنا حكومة، هاي الحكومة العراقية أصبحنا عداوة عليها. لو إحنا نريد نستفيد بس نريد نعرف إلى متى هذا الحال؟ أولادنا راحت بالشهداء وماكو شهداء ما مستفيد شيء. السبب شنو؟ قولوا لنا. إذا ما تقدرون تديرون شؤون البلد اطلعوا، أكو من يدير شؤون البلد؟ كافي بعد ترى ما ظلت عندنا أعصاب مرمرتونا إلى متى؟ مو التاريخ يشهد بيكم تصيرون مزبلة التاريخ وينعلكم التاريخ. تشوفوا القرون اللي قبلكم، شوفوا بلدان العالم الجاي تعمر، احنا بلدنا مفلش كلنا هب وباقوا قتل وتفجير. وكم حسوا شويه، خلوا عندكم احساس، خلوا مخافه الله عندكم. الى متى بعد؟ السلام عليكم. هذا الحي الصناعي اذا اشوفه حبيبي قدام عينك، هذا ماي ومقطوع رزقنا الله وكيلك، وهاي شوف قدام عينك. هذا الماي وصوره قدام عينك، شوف شوف هاي شلون نشتغل ما ادري. الله وكيلك قاعدين وساكتين، لا شغل ولا عمل، وياخذون من عندنا ايجارات بالسنه 1,130,000 دينار ويدر الحجي. اي وكل سنه همينه يزودون علينا وياخذون من عندنا نفايات وياخذون من عندنا كهرباء، كهرباء جاي تطلع علينا مبالغ مو طبيعيه، واحنا هاي نفتح الساعه ب 8 نعزل الساعه ب 12. الكهرباء مصيبه، الله شاهد مصيبه الكهرباء. شو نسوي ما نعرف، يعني بس ماكو، مجرد هاي بس ياخذون من المواطن. شو نسوي ما ندري، المن نشتكي ما ندري. وهاي تشوف الوضع، يا قاعدين وساكتين الله وكيلك، نجي الصبح نفتح ب 8 ونعزل ب 12. والله احنا اصحاب السيارات متاذين يعني من الحي الصناعي، وهاي تشوفها بعينك، يعني الحي الصناعي يعني صاير سرياف، يعني العدة عطى لا يقدر يطب له، وهو يعني معاناه كثيره مو يعني واحد يعني العدة عطى ما يقدر يجي الحي الصناعي من هالسيافه، وتشوفونها بعينكم. سيارات تأذت وخاست السيارات ومعاناة، يعني معاناة حيل معاناة. وماكو يعني مسؤول، ماكو جهد هندسي، ماكو يعني. هاي تشوفون الحي الصناعي بعينكم. بالنسبة لنا احنا افراد الحي الصناعي، احنا هسه نعاني لا تبليط، الكهرباء تتقطع، زين لا مجاري. تشوفونها هسه، شوف هاي مستنقعات صايرة.
فالمرجو من عندكم أنه توصلون هذه للمسؤولين. والسلام عليكم. جوبايا تاخذون بالشارع العام وينها؟ تعال المستشفى تروح ياخذ 5000 دينار. الصحه. هاي الصحه لا سولف. الفقير يموت. اللي داير الفقير 25000 يلا يروح يراجع مستشفى الحكومه. ما عنده. ولا يروح على حسابه يندهر. عمو ما عنده بالمستشفى يموت، كفيلك لي حسين الفقير يموت. ماكو بعد. طب للمستشفى يموت. علاج ما بيها. طب للمستشفى. الطباس ب 5000 دينار. وعلاج ماكو، تروح يقول لك روح اشتري من برا علاج. زين هاي المستشفى ماكو شغله. لا ملاحظه، الوجبه الغذائيه وين راحت؟ طول الوجبه الغذائيه. وهذا التمن، التمن للعفن جاي يجيبونه. لا شكر التمن، لا شكر، لا دهن، كل شيء ماكو. ليش؟ قبل عايشين بالحصه. عم عايشين بالحصه قبل. ايوه نبيع بيها شنو؟ عم وين هسه؟ عم بطلنا من الانتخابات. عم خلي يسوي لنا العبادي الحصه. مو الفلوس وين مال الحصه؟ فلوس مال الحصه وين تدور؟ مالك حصه قلك عمي كل شيء ماكو بالحصه. والله ماكو واحد شريف بالحكومه، ابد ماكو شريف، ابد. حصه ماكو، الشعب هذا الشعب العراقي نايم خو. وشعب ما بيحام. اي مطفي وقاعد. اي كل من ربعه وزماله. هو فدينا، هو كله احنا فدينا. اي والله فدينا. احنا ما بينا. عمي الفلوس كلها بالبرلمان، بالبرلمان. على ذاك اللي ياكل يتقاعد جعفري. لما جبناهم وتركزوا بالكراسي. لا عمي طرحوا علينا. عمي شوف والله العظيم هاي الحكومه بري منها علي وبري منها الحسين وبري منها كل واحد شريف. عمي عصابات خلي يجون علي انا يحاسبوني. زين كلها سيارات من هاي الحديثه وبيوت بلبنان وتريق بالعراق ويتغدى بلبنان. هي هيك قالوها. وين الرقابه؟ وين الدنيا؟ وين المخابرات؟ وين الامين؟ لا شوارع بيها حظ. لا مكانات بيها حظ. والله هاي بس الكوت. هذا بس الكوت. شوف هذا المعمل، هذا المعمل قبالك بعشر عوائل وهسه يجون على ايجار. شوف شو يبيع يلا يعطيهم قاعد المعمل هذا قاعد. عم غطيتات يسوي الرجال عمالي. احنا ما نوازيهم عم على الكراسي، الكراسي خليهم هم مرتاحين بيه. بس عم يمنوننا حياتنا، حياتنا اليوميه يمنوها. كنا مرضى زين، كنا قلب وسكر وعندنا عوائل وعندنا شهداء زين. هسه النفط صار ب 70، حقوقنا من النفط وينها؟ قبل تقولون ماكو، قبل تقولون داعش، هسه خلص داعش حرره راحت. انا اريد من السيد المحافظ. خلي يجينا المحافظ. المحافظ هو اليوم جاي يشتغل صار رجل. جاي يشتغل صار رجل. بكت شويه. المحافظ المحافظ الرجل خلي يجينا خلي يزورنا. كنا نزلوا تبحث بس شويه مربين هذا الشارع. المحافظ المحافظ زين ومشكور خلي يجيني. المحافظ جاي يشتغل رجل زين جاي يشتغل واحد عمو ما يقدر. بس خلي يشبه صوتنا، خلي يزورنا الحي الصناعي، خلي يجي يشوفنا زين. المحافظ خلي يجي. والله ما يشتغل. لا المحافظ انا مو انتخابات. لا 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 عمي ايش يشتغل؟ والله العظيم ما يشتغل. يشتغل يعني وش بارك الله فيك. هاي داموك مدى هذا بالخشيه. جاي يشتغل جاي يشتغل جاي يشتغل بس ان شاء الله ورا الانتخابات يقعد. لا 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 يشتغل هسه ورا الانتخابات يقعد. لا هو زين شنو الفائده؟ عمو ماكو واحد زين. هاي فلوس النقطه تعمر الكود كلها. هاي النقطه فلوسها تعمر الكود كلها. زين ما تطيع حتى السنه. حتى الزراعه فاشله. حتى الزراعه فاشله السنه. يا اخي تاخذها الماليه طوال المحافظه يا عمر بيه. تاخذها وتنقل منها. شو اسوي؟ كنا بنجعل ضيم قبل. بداية الانتخابات لحد نهاية الانتخابات يعني وعود كثيرة بصراحة. يعني راح نجي مثلا واحنا مثلا ذيك الانتخابات اللي سابقه قبلها مثلا ما سووا خدمات، مثلا ما اعتنوا بالمواطن. يعني وعود كلش هواي كثيره بصراحه. يعني هسه مثل ما جاي تتفضل حضرتك شوف الحي الصناعي، يعني لا خدمات لا ماي لا كهرباء لا مجاري. يعني الخدمات صفر. يعني مثل ما يقول لك شلون احنا بالنسيان، يعني تمطر بالحي الصناعي بالشتاء ما ينطب الحي الصناعي، بالصيف كهرباء ماكو،
زين هاي مجرد كراسي شهر والله تجيك القائمة مال الكهرباء 30,000 40,000 مي نهائيا ماكو بمحلاتنا. فاحنا الناشد السيد المحافظ نقول له يا سيد المحافظ شوية تعب نفسك واطلع شوف معاناة المواطن بالطين. ولو احنا ما نريد السيد المحافظ يطلع خاف يتدمر مثلا، لان احنا مو مواطنين بصراحة، احنا مو مواطنين عراقيين. احنا لو مواطنين عراقيين كان الحكومة اهتمت بينا. الحكومة يعني بغض النظر عن الجيش والشرطة او الحشد الشعبي، على الراس على الراس احنا الناشد مجلس محافظة المحافظة البرلمان نقولهم انتم شنو شغلكم؟ يعني شغلكم يعني بس العالم تنتخبكم وبعدين ورا الانتخابات كل شيء ما نشوف؟ بصراحة يعني يعني تعبنا هاي تعبنا. الله يعني الله سبحانه وتعالى هم ما يقبل بالظلم. زين فاحنا ان شاء الله نتواعد بهاي الانتخابات، واحنا مو مقصدنا على الانتخابات، لا ننتخب ناس اهلنا وناسنا اللي يجي يطب الحي الصناعي ويشوف المعاناة مال الفقير. مو بس حي الصناعي، يطب يروح يشوف المستشفيات، يشوف العالم شنو المحتاجة، ولو هذا الشيء ما يصير بالاحلام. زين